أربعة تعليم الناس الخير معلم الناس الخير هنيئا له قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أكبر واحد أصغر واحد في الحيوانات والكائنات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت طبعا وكل ما بينهما كل الحيوانات الاخرى والمخلوقات بس هو يعني اعطانا الصغير والكبير لكن شامل كل حيوان في العالم كل دابة في العالم كل دابة يا جماعة كل دابة في العالم إن الله وملائكته وأهل السماوات أهل السماوات الملائكة الحور العين الولدان المخلدون أهل السماوات إن الله وملائكته وأهل السماوات طبعا السماوات فيها أرواح أنبياء وشهداء وصعدت إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت إيه إيه لا يصلون على يدعون لمن من كل العدد الهائل الهائل هذا العدد الهائل لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي و حديث صحيح بالله يا جماعه هذا ما هو دافع لنا جميعا لك لك له لي لنا ان نجتهد في تعليم الناس الخير والله صحيح علم الفاتحة علم معاني القرآن علم قصار السور علم الأحاديث أربعين النووية غيرها معاني الأحاديث علم الناس أحكام الفقه الحلال الحرام تفسير شروح الع... علم الناس الأداب الأخلاق السيرة النبوية علم الناس الخير علم الخير لو اشتغلنا والله في تعليم الخير لن محى جهل كثير وزالت بدع كثيره وكذلك تغيرت منكرات ومعاصي وصار بدلا منها طاعات وعلم ونور ايمان وهدايه عند الناس علّم في المسجد علّم في المنبر علّم في الاعلام علّم في مواقع التواصل والفيسبوك علّم في رسائل الواتساب، علم في البريد الالكتروني، رسائل الجوال، علم بالاتصال، علم بدروس بيتيه، علم في الديوانيات، علم في ملتقى الحاره، علم لما تجتمع الشله معك وتجتمع معها مع اصحابك، علم في اجتماع الاقارب، علم في اجتماع العيد القادم، علم كل مكان تستطيع ان تصل اليه تعلم علم. علم يا جماعه علموا الخير علموا الخير علم التوحيد علم السنه علم صفات الله علمهم معاني اسماء الله العظيمه الحسنى علمهم صفه الجنه والنار اليوم الاخر وماذا يوجد فيه وما هم مقبلون عليه في الاخره علمهم تفسير سوره الفاتحه وقصار السور علمهم علمهم احاديث وشروح الاحاديث والاحكام علموا اداب، علموا اخلاق، علموا ايمانيات رقائق، علموا سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، علموا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، علموا حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، علم الخير علموا الخير خير، أي شيء اسمه خير شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم علموا خير كيف حتى يتوقى أشياء يعني من الآفات اللي في الجسد شيء يتعلق بالطب علموا كيف يتوقع آفات في في البيت في الحياة يعني أشياء من علوم من علوم الدفاع المدني السلامة إجراءات السلامة والوقاية أي شيء خير وراس الخير الدين علموا الدين الكتاب والسنة علوم الكتاب والسنة يعني واحد لو بس كذا يتخيل يعني إن الله وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة في الجحر حتى الحوت في البحر كل الدواب كل لا يصلون على معلم الناس الخير وخليها بالنيه خالصه لله وشوف الاجر كيف سي يعني يوم القيامه ما لك الا صحفا منشره فيها ادعيه البرره ومخلوقات الله الكثيره المتكاثره